اوكي، هلا عم بسلق 6 بيضات هون. اوكي، اليوم اول وجبة رح تكون سلطة البيض بالطحينة. فبدنا وحدة فليفلة حلوة، فجل، وكم حبة بندورة صغار، وبدنا افوكادو، وكمان بدنا 6 كبايات من اي خضار ورقية خضراء، ممكن سبانخ، ممكن كيل، او اللي بتحبوه. هلا رح زيد هول فوقهم، ورح اقطع الافوكادو كمان ازيدها فوقهم بس ليخلصوا البيض، كمان بقطعهم وبزيدهم فوقهم. وهلا بدي افرجيكم كيف بدنا نعمل صوص الطحينه. اوكي، بدنا ملعقتين من الطحينة، عصير حامضة، حسب انتو كيف بتحبوا قوة الحامض. انا رح احط حامضة كاملة، بس انتو ممكن تحطوا بس نص حامضة اذا حبيتوا. هحط حر، هيدا اوبشنال، مش ضروري تحطوا انتو. هنحط توم، ممكن تحطوا فريش، ممكن تحطوا بودرة، تقريبا ملعقة صغيرة. بدنا ملح، مش كتير بس شوي. بدنا فلفل حار، بدنا فلفل اسود، هلا خلطهم سوا. اذا بتحبوا تزيدوا لها كمان زيت مش مشكلة، ممكن تستخدموا زيت الافوكادو او زيت الزيتون. بس بتأكد انه الطحينة ما عادت هيك عاملة كلامب. ها هي الصوص. اوكي، هلا البيض خلص، قشرته، بدي بلش قصه. اوكي، هلا رح احط صوص الطحينة فوقهم.
بكون اول وجبة لنا اليوم صارت جاهزة، مليانة بالدهون الصحية ولذيذة وطيبة، وكمان فيها خضار كافية. اوكي، وهذا عشا اليوم، صدر دجاج مع خضرة. ممكن تختاروا اي نوع خضرة بتحبوه، تسلقوها، تشوها، تقلوها مثل ما بتحبوا. فبتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، بشوفكم بكرة ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.